راوند اب. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بي كمان. صباح النور، صباح الورد منال. باش نبداو راوند اب بخبير مزيان، وين تم فتح معبد الغريبه بالرياض بجزيره جربه صباح امس ابوابه امام الزوار بعد غلقه مده 4 أيام بسبب الاعتداء اللي كان صار نهار 3 الفارط، وتحول نهار لحد 10 نواب من الكتله الوطنيه المستقله بالبرلمان الى جزيره جربه بعد الاعتداء اللي عاشته على وقع الجزيره مؤخرا. وزير السياحه الاسبق روني طرابلسي يصرح المراسلنا بالجهة كمال الميلادي في تعليقه على زيارة هؤلاء النواب للجزيرة. والله تبارك الله عليهم، انا فرحت برشا اليوم جاوا اليوم وبكثره زاده ما كنتش نتصور، وبيان سور معاهم لوتيكا ترافيرسي سمير مجهول، حاجه باهيه برشا سرتو هوني في الحاره في دار الشهيد حداد فيال. هم جاوا معنا يوريو روحنا للدوله معانا، اللي هي زاده حضور النواب زاده يسمعوهم في طلبات، هم اولاد الحاره يطلبوا ديما في حاجات وما قعدش تتريق كما يلزم. الحمد لله النواب اللي موجودين هوني سمعوهم، وان شاء الله نحاولوا كما نقولوها بشويه بشويه نطفيوا الجرح هذايا الكبير برشا مؤلم برشا، وان شاء الله من نخرجوا من حاجه مؤلمه كما الحالة تاع الغريبه، نخرجوا بحاجه باهيه ان شاء الله في المستقبل. وهذا هو اللي يلزم اليوم، يلزمنا فريمون نقعدوا واقفين ونقدموا. حول أمس 10 نواب من الكتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان إلى جزيرة جربة بعد الاعتداء اللي عاشته على وقع الجزيرة مؤخرا. أحد النواب يتحدث عن أكثر التفاصيل في تصريحه المراسلنا بالجهة كمال الميلادي. قام اليوم مجموعة من النواب من الكتلة الوطنية المستقلة بقيادة النائب رئيس كتلة أيمن بن صالح وسامي عبد العالي بهذه المبادرة بزيارة جزيرة جربة، لبعث رسالة طمأنة وتهدئة أن الأمور تحت السيطرة، أن جزيرة جربة آمنة، أن السياح ينجموا يجوا. قاموا بواجب التعزية للجالية اليهودية، وهنا في إطار جولة وفي إطار مرافقة معهم باش نزوم الغريبة ويقوموا بمراسم التعزية. وأكد نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان أيمن بن صالح أنهم تنقلوا أيضا إلى حارة اليهود بالجزيرة وقاموا بمواجب العزاء لعائلة المتوفين في الاعتداء، مؤكدا أن الجزيرة باش تبقى أرض سلام وتحابب. والله وجودنا اليوم هو أول شيء معناها لموضوع إنساني، لأنه وقت اللي فما أشخاص يموتوا وفما ناس تستشهد وفما أمنيين قدموا صدورتهم الكرتوش باش يحميوا بلادهم من العملية الإجرامية الجبانة اللي تمس من أمن تونس واستقرارها، لكن أكد لك فهمتي ماهمش باش ينجحوا باش يمسوا من أمن تونس واستقرارها، لأن تونس برجالها وبنساها جربة سمبول نتاع التعايش مع بين كل الديانات معناها في سلم وأمن واستقرار، وهذا اللي لازمنا نحافظوا عليه وواجبنا الكل كشعب تونسي باش نحميوا خيانة اليهود ونحميوا الأمنيين نتاعنا ونكونوا سد منيع ضد كل من يحاول يمس من تونس ومن أمنها ومن استقرارها. أكد عبد الحميد أولاد علي عضو مشروع البناء القاعدي الديمقراطي في تصريحه للزميل أسامة الحكيري أن الشركات الأهلية تعد جزءا للمنوال العام للدولة، فهي صبغة جديدة للشراكة بين الدولة والمواطن غايتها أساسا ليست ربحية فحسب وفق قوله. الشركات الأهلية هي جزء من المنوال التنموي العام للدولة، وبالتالي لا ينقسم الاقتصاد الوطني على الشركات الأهلية فقط، سيبقى هناك القطاع الخاص وهناك القطاع العام وهناك الشراكة بين الخاص والعام. اليوم هناك الشراكة بين العام الدولة والمواطني، وهي صبغة جديدة حتى يكون هناك معناها توفير مواطن شغل ومش يكون هناك تنمية جهوية وهناك عدالة، خاصة المناطق الهشة المناطق المحرومة من المشاريع يمكن لأصحاب الجهة أن يكونوا أصحاب مشاريع في شكل جماعي وفي شكل مجموعة. غاية من الشركات الأهلية هي غاية ليس ربحية فقط، وإنما هي ذات بعد اجتماعي وذات بعد إنساني. نختم بعبد الحميد ولد علي اللي قال أن الشركات الأهلية تعد منوال تنموي شامل لا ترتبط بقطاع معين بل يعتمد على خصوصية كل جهة لبعث المشاريع هذه. الشركات الأهلية هي ليست مرتبطة بقطاع واحد، هي منوال تنموي شامل كلها معناها قطاعات خصبة لأن تكون هناك فيها فرصة لمجموعة من المواطنين حسب خصوصية الجهة متاعهم باش يبعثوا شركة أهلية. فقط أن التركيز على خصوصية الجهة حتى لا يمكن مثال نأتي إلى ذات طابع صحراوي ثم ننتج فيها معناها مشروع ذات طابع سياحي بحري، معناها هنا تكون مفارقة. هكذا ليش نركزوا على خصوصية الجهة اللي هي حدد
مشروع الشركة الأهلية. دونك هذا بخصوص الشركات الأهلية وعبد الحميد أولاد علي جوستومون. دونك سيغتانمون موضوع الشركات الأهلية باش نحاولوا نرجعوا عليه في مختلف برامجنا على راديو إكسبريس اف ام، ومدى تطور الشركات هذه اللي تم إنشائها وين وصلت كيفاش عملوا هذا كل، إن شاء الله نحكيوا فيه لاحقا. شكرا لك أمال الهني، هذه كانت راوند أب وعودة على أهم التصريحات. أون فا أنشيني ومن